بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل إن شاء الله مع بعض منهج الرياضيات للصف الأول الثانوي، المنهج المصري الفصل الدراسي الأول. معاكم ناصر سالم. احنا شغالين في الوحدة الأولى اللي هي وحدة الجبر والعلاقات والدوال. أخذنا الدرس الثاني، الدرس الأول والدرس الثاني، والنهاردة إن شاء الله هنحل تمرين على الدرس الثاني وهو مقدمة عن الأعداد المركبة. ياريت في كل تمرين في كل درس، أنا ما بحبش أنوه عن الموضوع ده لأن أنا فعلا كتير كتير نوهت عنه، كل درس أنت بتتفرج عليه أو كل حل تمرين انت بتتفرج عليه بتحل معايا المسألة وبتشوفها، بعد كده بتوقف الفيديو وتحل المسألة مرة ثانية عندك انت في الدفتر بتاعك. اوكي كده نبدأ كده على بركة الله. بيقول لي ضع كل مما يأتي في ابسط صورة. انا عندي ايه؟ تا 66. احنا قلنا انا بقسم 66 على الأربعة. 66 على الأربعة فيها الكام؟ فيها الستاشر. 36، 4 × 24 يبقى 64، يبقى فيها 16 وتبقى 2. يبقى التاء تربيع هتبقى ايه؟ يبقى هنا هيديني تاء تربيع، يبقى التاء تربيع هتكون بسالب 1. تاء سالب 45. احنا قلنا التاء سالب 45 بعملها تاء 45، والسالب 1 بحطها في الاعلى. 45 11 ب 44 يبقى تبقى تاء، يبقى تاء اس سالب 1 بنزلها تحت يبقى 1 على تاء، بحط محل او مكان الواحد ت اس 4 اللي هي بواحد اصلا على الت، الت مع الاربعة يبقى تبقى 3. الت تكعيب بكام؟ الت تكعيب بسالب التاء. ت اس 4 نون زائد 2، احنا قلنا بنعملها ت اس 4 نون في ت اس 2 او ت تربيع. الت اس 4 نون بواحد يبقى تبقى ايه؟ يبقى تبقى ت تربيع، الت تربيع بسالب 1. نفس الفكرة هنا، يبقى ت أس 4 نون في ت أس سالب 1. الت أس 4 نون بواحد يبقى أنا عندي ت أس سالب 1، يعني 1 على الت، بحط مكان الواحد ت أس 4 على، أنا بحل بالتفصيل عشان تفهم، يبقى هنا تبقى معايا ت تكعيب، الت تكعيب بكام؟ بسالب الت. واضحة ديت كده؟ بسيطة جدا مفيهاش أي مشكلة. بقول لي بسط، لما نبسط وتلاقي جذور سالبة يبقى أنا عندي إيه؟ يبقى أنا عندي جذر 18، جذر 18 تاء في جذر 12 تاء، جذر 18 9 في 2 يعني 3، جذر الاتنين وهنا ال 12 4 في 2 يعني 2، جذر 2 تاء تربيع، تاء تربيع بسالب 1 يبقى سالب هي 3 في 2 ب 6، 6 جذر 2 في جذر 2 ب 2 يبقى 6 في 2 ب 12 يعني هيديني سالب 12. 3 تاء نضرب، ديت قوس مضروب في قوس، يعني هضرب هنا يبقى سالب 3 في 2 ب 6، تاء في تاء بتاء تربيع، تاء تربيع بسالب 1 هيتضرب في السالب يبقى موجب، يعني هيديني كام؟ هيديني 6. هنا سالب في سالب بموجب، 4 في 6 ب 24، تاء في تاء بتاء تربيع، التاء تربيع بسالب 1 يعني هيديني سالب 24. هنا ده تكعيب، التكعيب هيطلع الإشارة بره، يبقى سالب بره اهو، 2 تكعيب ب 8، تاء تكعيب بسالب تاء، تاء تكعيب بسالب تاء يبقى يحول الإشارة دي موجب ويبقى في تاء هنا. ده الجزء الاولاني، هنا التربيع طير الاشاره، 3 تربيع يبقى 9، تاء تربيع يبقى انا عندي ايه؟ تاء تكعيب 8 في 9 ب 72، تاء تكعيب بكام؟ بسالب تاء، يبقى احط الاشاره واحط التاء، يبقى سالب 72 تاء، سالب 72 تاء، حاجه بسيطه جدا جدا ومفيش مشكله. مثال كمان، يقول لي وجد ناتج كل مما يأتي في أبسط صورة. ده جمع،
حاصل جمع، ما هنا ده القوس ده ما قداموش إشارة سالب يبقى بينزل كما هو، يبقى 3 + 2 تاء، هنا برضو ما قداموش إشارة سالب يبقى بينزل كما هو بنفس إشاراته. بجمع الصحيح على الصحيح، 3 و2 5، وهنا 2 و - 5 يبقى -3 تاء. بس خلصت كده. نفس الفكرة هنا، يبقى 26 - 4 تاء ما قدماش أي إشارة سالب يبقى بتنزل كما هي، ده قدامه إشارة سالب يبقى يديني -9 + 20 تاء. بجمع 26 - 9 يبقى كام؟ يبقى 17. -4 + 20 يبقى +16، ايه؟ +16 تاء. نفس الفكرة هنا، 20 + 25 تاء بينزل كما هو، هنا -9 + 20 تاء. 20 - 9 يبقى كام؟ يبقى 11. 25 موجب و20 يبقى +45 تاء، يبقى +45 تاء. مثال كمان بيقول لي ضع كل مما يأتي في أبسط صورة على صورة أ زائد ب تاء، برضو ده إيه؟ حاصل جمعي، يبقى القوس الأولاني 2 + 3 تاء، ده قدامه إشارة سالب يبقى -1 + 2 تاء، 2 - 1 1، 3 + 2 يبقى يدينا كام؟ 5 تاء، يبقى 1 + 5 تاء. هنا دول مضروبين في بعض، حاصل ضرب، يبقى انا هضرب 1 في 2 و1 في 3 تاء وهكذا، بس نظبط التاءات الاول. يبقى انا عندي ايه؟ 1 + هنا 2 تاء تكعيب بسالب تاء، يعني المفروض هيديني ايه؟ خلينا نمسحها احسن. يبقى التاء تكعيب بسالب تاء، السالب تاء يعني هيديني -2 تاء، ادي القوس الاولاني. القوس الثاني 2 + 3، 5 على 4 فيها الواحد، وفيها الاربعة، الواحد في اربعة باربعة وتبقى واحد، يعني هيديني 3 تاء. هنا 4 على 6 على 4، يعني هيديني 4 تاء تربيع، 4 تاء تربيع بايه؟ بسالب واحد، يبقى احط سالبين، هيبقى 1 + 2 تاء في هنا 2 - 4، يعني -2 + 3 تاء. نضرب بقى، يبقى 1 - 2 = -2، 1 + 3 تاء +3 تاء، -2 في -2 يبقى -4 تاء، -2 في موجب 3 تاء يعني هيديني -6 تاء تربيع. نظبطها مش مشكلة بعدين، او نشيل التاء التربيع دي ونغير الاشارة، هتبقى موجب مرة واحدة. يبقى -2 و - 6 يعني هيديني 4 + 7، ايه؟ 4 + 7 تاء. يبقى انا بظبط، بشوف لقيت اسس اعلى من التلاتة او اعلى من الاربعة، يبقى ببدأ اقسم على الاربعة وابدأ ايه؟ ابسطها لابسط صورة. ناخد مثال كمان. طيب رقم 5 بيقول لي ضع كل مما يأتي في ابسط صورة. طيب نبدأ بالاولاني، يبقى 2 على 1 + التاء، يبقى انا هضرب في مرافق المقام 1 - التاء على 1 - التاء. هبدأ بالمقام، مربع الاول زائد مربع الثاني، يبقى 1 + 1. هنا نضرب 1 + 1 يعني 2 في 1 - التاء، هيبقى يساوي 2 في 1 - التاء على 2، 2 راحت مع 2 يبقى يساوي 1 - التاء. 4 + التاء على التاء، قلنا التاء لوحديها، يبقى انا ممكن اضرب فوق بس في ايه؟ في ت اس 4، الت مع الت اس 4 يبقى تبقى ت اس 3، يعني 4 + التاء الت اس 3 بايه؟ بسالب تاء. نضرب، يبقى -4 تاء، هنا -تاء تربيع بسالب 1 يعني موجب 1، يعني هيساوي 1 - 4 تاء، عشان اخليها على صورة ا + ب تاء. 3 + 2 - 3 تاء على 3 + التاء، يبقى هنضرب في 3 - التاء على 3 - التاء. نبدأ بالمقام، مربع الأول 9 ومربع الثاني 1، 2 في 3 ب6، 2 في - تاء ب - 2 تاء، 3 في - 3 تاء يبقى -9 تاء، سالب في سالب بموجب 3 في 1 ب3،
سالب في سالب بموجب 3 في 1 ب3، بس التاء تربيع هنا هتخليها يبقى 3 تاء تربيع، يعني نخليها زي ما هي كده مش مشكله، خطوه زياده. يبقى هنا دي هتبقى ناقص 3، يبقى هنا 3 ناقص 11 تاء على الكام؟ على ال10، يعني هيساوي 3 على ال10 ناقص 11 على ال10 ايه؟ على ال10 تاء. خلينا نمسح احسن. يبقى 3 زائد التاء في 3 ناقص التاء، دول عدد في مرافقه، على 3 ناقص 4 تاء، عدد في مرافقه يدينا مربع الاول زائد مربع الثاني على 3 ناقص 4 تاء، يعني هيديني 10 على 3 ناقص 4 تاء، هضرب في مرافق المقام 3 ناقص 4 تاء على 3 ناقص 4 تاء. ببدأ بالمقام اللي هما المترافقان، يبقى 9 زائد 16 هنا هيديني كام؟ هنا 25. خلاص يبقى نضرب احسن، 10 في 3 ب 30 ناقص 40 تاء، يعني هيديني 30 ناقص 40 تاء على كام؟ على ال 25، على ال 5 فيها ال 5، على ال 5 فيها ال 6، على ال 5 فيها ال 8، يعني هيديني ايه؟ 6 على الخمسة ناقص 8 على الخمسة تاء، 6 على الخمسة ناقص 8 على الخمسة تاء. ولحل كل من المعادلات الآتية، خلينا ناخد ايه؟ طيب هنا المعادلة الأولانية 3 س تربيع زائد 12 تساوي 0، طلع ال 12 يبقى 3 س تربيع يساوي سالب 12، يعني الس تربيع يساوي سالب 4 بالقسم على 3، يعني الس يساوي زائد أو ناقص الجذر التربيعي لسالب 4، يبقى الس يساوي زائد أو ناقص جذر 4 ب 2 وجذر سالب 1 بتاء، يعني هيدينا سالب 2 تاء زائد أو ناقص 2 تاء. هنا 4 ص تربيع هيساوي 20، يعني الص تربيع هيساوي سالب 20 طبعا، يبقى سالب 5، يعني الص ده يساوي زائد او ناقص الجذر التربيعي سالب 5، ص ده يساوي زائد او ناقص جذر 5 تاء، جذر 5 تاء. 4 عين تربيع يساوي سالب 72، يعني عين تربيع يساوي كام؟ 72 7 فيها الواحد يبقى 32، يعني 18، يبقى سالب 18. مظبوط، يبقى العين هيساوي زائد او ناقص الجذر التربيعي لسالب 18، يعني العين هيساوي زائد او ناقص دي 3 جذر 2، يبقى 3 جذر 2 تاء، 3 على 5 ص تربيع هيساوي 15 سالب 15، نضرب ال 5 يبقى 3 ص تربيع هيساوي سالب 75، او نضرب دي ماشي، يبقى الص تربيع هيساوي سالب 75 على ال 3 كام؟ 25، يبقى سالب 25، يبقى الصاد يساوي زائد او ناقص الجذر التربيعي لسالب 25، يعني يساوي زائد او ناقص 5 ايه؟ زائد او ناقص ال 5 تاء. خلاص يبقى احنا كده بفضل الله سبحانه وتعالى قفلنا الدرس الثاني كاملا والدرس الاول كاملا. اتمنى من الله عز وجل لكم التوفيق، ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لو عايز تحجز حصة او منهج، لينك التسجيل في اسفل الفيديو. لو عايز تشتري المنهج بالكامل بالكامل مع حلول و مذكرات والأسئلة المتوقعة في الامتحانات، برضو اللينك موجود في أسفل الفيديو. أتمنى لكم التوفيق، أشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.